صغار المنحرفين يهددون العالم. النهارده في اسكندريه كلنا تابعنا المحاوله الاجراميه الاثمه الارهاب الاسود الذي حاول اغتيال مدير امن الاسكندريه. كلنا ندعو بالرحمه لشهيد الشرطه الرقيب الذي استشهد في هذا الحادث الارهابي المؤلم في الاسكندريه اليوم. في مصر كلنا ثقه ان الارهاب يلفظ انفاسه وان الارهاب الى زوال. ايضا في فرنسا امبارح كلنا تابعنا احتجاز ارهابي لعدد من المواطنين وشفنا ان في قتلى وجرحى في هذا الحادث الارهابي الذي لم يكن الاول في فرنسا لكنه الاول في عهد الرئيس ماكرون. كلنا قبل كده تابعنا اما ان الشانزليزيه نفسه كان مستهدف ببعض العمليات، ماتش كوره كان مستهدف الى جوار الاستاد، متحف اللوفر كان مستهدف، شفنا عمليات دهس، عمليات طعن، عمليات تفجير نالت مئات الفرنسيين في السنوات الاخيره، كما نالت مئات الاوروبيين في عواصم اخرى. الرئيس ماكرون استخدم جمله مهمه جدا في وصف الارهابي اللي هو مسؤول عن الحادث الاخير، اول الاحداث الارهابيه في عهد الرئيس ماكرون. وصف بان هو من صغار المنحرفين. لان الشرطه ما عندهاش سجل سياسي او ديني له. ما عندهمش كلام انه متطرف او ان هو عنده افكار عقائديه متشدده، انما كل الموضوع ان هو مجرم تافه او مجرم بدائي. يعني اتهامات في قضايا مخدرات محدوده واتهامات في جرائم محدوده. حسب وصف الدوله الفرنسيه هو واحد من صغار المنحرفين. لكن صغار المنحرفين دول هم المكون الرئيسي لتنظيم داعش وتنظيمات كثيره. جاءوا من الجريمه الى الارهاب دون ان يمروا باي درجه محترمه من درجات التعلم الديني. يعني هم في تجاره المخدرات او تجاره اسلحه او السرقه اي شكل من اشكال الجريمه الجنائيه. وفجأة تبص تلاقيه بقى متطرف دينيا وينتقل بسلاسة شديدة وفي وقت قصير للغاية من الجريمة إلى ما يسمونه زورا وبهتانا بالجهاد، من الجريمة إلى الإرهاب. هؤلاء المنحرفون أو هؤلاء المنحرفين الصغار هم الخطر الرئيسي على مستقبل الأمن والسلام في العالم.